هذا مصنع متخصص في صناعة الشاورات. شاوراته تعتبر جودة جيدة وأسعاره متوسطة، مش عالية ومش رخيصة. عنده أكثر من جهة، هذه نوع الأنواع اللي يطلع منها يعني فتحات الماء اللي تطلع منه، وعنده أكثر من موديل وأكثر من قصة. خل أراويكم، هذه بعض الموديلات، هذا من براس، ومن الداخل في نفس البراس، وهذا يتغير الحرارة والبرودة مني. وهذه واحدة من الشاورات، يوم يكون من داخل البراس يحميك من الصدع مدة أطول يعطيك. هذه الله يسلمكم قيمتها تقريبا $50، وعنده نفس الشيء هذه حنفيات، وعندي هذه. تشوف هذه من الداخل كيف تقدر تغير اللي هو، هذه حنفية تقدر تغير الخارجية اللي فيها، تعملها كاستمايز معين. وهذه حلوة للمطابخ. واللي يريد تفاصيل أكثر عن هذا المنتج يتواصل معي، حتى عند هني شو هي اللي